استقبال هذه بحاجة لغاية 4 سنين حتى يتم استكماله. لذلك نحن الآن نتعكز من هون 50 من هون 100 من هون 50 إلى أن يعني نبني نفسنا، يعني البنية التحتية اللازمة للاستثمار. أنا كنت في عام 80 عملتم على تشكيل التيار الوطني، وبعدها بعامين على تشكيل حزب السياسة الكوري. لا الحقيقة، لكن التجربة لم تكتمل. نعم، هذا حكيت لك عنها بالفترة ما بين 75 إلى 90 كان في هناك محاولات. لكن أيضا مطلع التسعينيات تجمع القومي الديمقراطي الذي لعب دورا محوريا وجاء عدد من أعضائه كما قلنا في حكومة دولة طاهر المصري عام 91، يعني خبرة طويلة ومبكرة في العمل الحزبي عدا عن التهيئة غير المباشرة من أنت شاب وطفل. لم تكن نتيجة الانتخابات النيابية التي جاءت صدمة لكم، فتقول في موقع المستور يعني بعنوان بتاريخ 3/2/2013 عنوان الشداد: حزب التيار الوطني تعرض للإهانة. تحدثتم للقدس العربي عن إهانة، وعبرتم عن مخاوف من أن لا تكون البلاد في الاتجاه الصحيح، واتهمتم مراكز القوى لم تحددوها بمطاردة الحزب والعمل على مدرسة الانتخابات في 2013 فوز التيار مقعد واحد بتاريخكم انتم شخصيا الانتخابات. جاءت يعني اصابت واحد من اهم احزاب الوسط ومعتدل، وكان يقال بالدوله مصلحه من في الا يكون. وما الذي حصل؟ يعني الحقيقه ذكرت لك سابقا عن مراكز الشد العكسي. مراكز الشد العكسي هي ليست بضرورة أن تكون مؤسسات دولة، هي قوة وطنية. يعني من صلب هذا الوطن ترى الأحزاب وهي تتطور وأن تصبح جزء من النظام السياسي البرلماني. ولكن جلالة الملك في معظم تصريحاته نحو تطوير الأحزاب ونحو إدماجها في النظام السياسي، هذه العملية لازلنا غير متأكدين من رسالة جلالة الملك لا المؤسسات قد فهمت جيدا. يعني نحن يكون النظام السياسي برلماني ملكي وراسي، فنحن نفتح البرلماني أهم الركائز الديمقراطية، والأحزاب هي الجزء المكمل للبرلمان، وبالتالي لابد العمل الاجتماعي اللي هو قد يكون مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب ضمن عمل البرلمان، يكون حلقه بين الناس وبين السلطات القضائيه. لذلك نحن نقول هذه الرساله لم تفعل بعد، لم تفعل بعد. يقول ان البرلمان هو مكون اساسي، البرلمان بحاجه الى احزاب حتى نستطيع ان نوصل رسائل الناس. يعني نحن نخدم الدولة من خلال وجودنا كجسر بين المواطن وبين السلطات. الدولة لا تريد أن تعرف ذاتها، والشد أيضا لا تريد التغيير. لذلك أنا أعتقد أن خلال فترة الربيع العربي كانت لنا فرصة هائلة، اقتنعنا نحن أننا من خلال الانتخابات قد نتوصل إلى أن نحقق ذلك. بعد الانتخابات وخروج عدد من أعضاء الحزب من الحزب وكانوا أضعف البرلمان، هل ترى أن ثقة الناس تراجعت في الحزب نفسه مثلا في الأحزاب بشكل عام؟ هو الناس يعني هذا موضوع كمان، يعني يعني ثقة الناس في الأحزاب مقطوعة من زمان، من 57 حقيقة عادت الثقة إلى الناس يعني بالأحزاب. هذا لا يمكن أن يتم إلا إذا تبنت الدولة الأحزاب، لأن آلية الإعلام للدولة هي أقوى، وهي تستطيع أن تعيد إنتاج الثقافة الوطنية فيما يتعلق في الأحزاب. يعني حين يقال للأحزاب لماذا لا تعرفون بأنفسكم، الأحزاب ضعيفة أمام فيما يتعلق بإنتاج الوعي الوطني. ليش ضعيفة؟ ضعيفة أدوات تعبير عن قليلة جدا، يعني متاحة يعني التلفزيون الأردني أو كل التلفزيونات يعني اقترابها من الأحزاب